الإنسان، الحريات العامة أو الفردية، دولة القانون والمؤسسات والانحراف على مبادئ النظام الجمهوري الديمقراطي، وأيضا التسكير بمبدأ هام في قناعات هذا الحزب وهي المناهضة التامة لكل أشكال وأجنحة وتيارات الإسلام السياسي التي تشترك جميعها في إرساء الحكم الفردي المطلق وحكم الخلافة والتراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وعلى مكاسب المرأة التونسية وحقوقها المكتسبة عبر السنوات. شيء آخر أعلنت عنه اللجنة المركزية وهي أن الحزب نواقفه واضحة، هو معني بكل المحطات الانتخابية، الانتخابات البلدية سنشارك في كل الدوائر الانتخابية، الانتخابات التشريعية نفس الشيء كل الدوائر الانتخابية، وأيضا أعلن الحزب عن أنه معني بالانتخابات الرئاسية وأنه اختار بالإجماع ترشيح رئيسته لتكون ممثلته في الانتخابات الرئاسية القادمة مهما كان موعد إجراء هذه الانتخابات. وبالتالي بما أن الحزب معني بكل هذه المحطات الانتخابية إذن له حقوق، ومن أبسط حقوقه هي ضمان الحياد، النزاهة، الشفافية وعدم التلاعب بقواعد اللعبة الديمقراطية خلال هذه السنة الانتخابية والسنوات التي تليها، وعدم المس من النصوص المنظمة للمنظومة الانتخابية والنظام السياسي خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة المخولة لذلك والتي يتمكن من خلالها من إبداء رأيه ومقترحاته ومناقشة كل تفاصيل هذه التغييرات. نرفض المساس بالمنظومة عبر مراسيم تصاغ على مقاس الحاكم بأمره وحاشيته والمقربين منه خارج الأطر القانونية. لذلك نحن لا نزكي تفكيك الدولة، لا نزكي تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية، ونحن نريد أن نذهب إلى انتخابات مبكرة يمارس فيها الشعب التونسي سيادته عبر الصناديق وتوفير المناخ الملائم لنزاهة هذه الانتخابات، وهذا دور السلطة اليوم اللي هي مكلفة بتصريف الأعمال فقط وليس لديها أي تفويض من الشعب التونسي لتغيير المنظومات الجوهرية. هذاك علاش نجد الطلب نتاعنا انه يتم حل البرلمان، تبقى آليات يضعها الحاكم بأمره وتكون آليات واضحة للعموم، وهي مطلب للمواطنين، والمرور إلى انتخابات مع تنقية المناخ الانتخابي بقطع دابر أخطبوط الفساد السياسي والمالي الإخواني في الجمعيات وفي الأحزاب، قطع دابر أيضا وتطبيق القانون على الجمعيات التي تمارس العمل السياسي باستعمال الأعمال الأجنبي في يعني استغلال لأن مرسوم الجمعيات يسمح بذلك وثم تتقدم إلى الانتخابات، وأيضا قطع دابر التمويل الأجنبي وإحالة ملفات الجمعيات المشبوعة والتنظيمات السياسية التي لا تؤمن بالدولة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإجراء التصنيفات الضرورية لحماية الأمن القومي. أيضا قلنا أنه لتكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة يجب أن نواجه ونوقف نزيف سبر الآراء المغلوط الذي يوظف هذه النتائج لتوجيه الرأي العام نحو وجهة محددة، ووصلنا إلى نتائج وهمية وإلى اختلاق تنظيمات سياسية لا وجود لها في الواقع للتلاعب برأي المواطن التونسي، وأيضا ضمان الحق في تكافؤ الفرص في النفاذ إلى وسائل الإعلام وتبليغ صوتنا في الانتخابات وصوت القوى القانونية التي تنشط في إطار الدولة المدنية وتحترم مبادئ الدولة التونسية الحرة المستقلة ونظامها الجمهوري. أيضا فيما يخص هيئة الانتخابات، نحن
درسنا القانون المنظم لهذه الهيئة ورأينا أن الهيئة بإمكانها أن تقوم بعملية تطهير داخلية وتنقية داخلية لأجهزتها باعتبار أن قانونها يمكنها من وضع الجهاز التنفيذي وبالتالي من مراجعته، ونطالب بمراجعة الجهاز التنفيذي وإبعاد كل أدران المنظومة الإخوانية والاختراقات التي حصلت داخل هذا الجهاز. نطالب بتجديد كافة الهيئات المستقلة الفرعية وكافة مكاتب الاقتراع في كل ربوع الوطن وفي الخارج بما يضمن لنا التثبت والاعتراف في آجال معقولة على الترشحات والتثبت من خلوها من مسيسين أو من اختراقات إخوانية أو غيرها لضمان النزاهة والحياد. وأيضا القانون ينص على أن النظام الأساسي لأعوان الهيئة يمكن سنه وطبعا تغييره بموجب أمر، وبالتالي إذا اقتضى الأمر مراجعة هذا النظام الأساسي لتسهيل عملية التنقية وعملية التخلص من أدران المنظومة الإخوانية فلما لا يحصل ذلك؟ إذن هناك إمكانية لكي نصل إلى انتخابات فيها الحد الأدنى من الشفافية بدون أن نفكك مؤسسات الدولة بتعلة أننا نقوم بإصلاحات سياسية جوهرية، في حين أن المقصود من المس من المنظومة الانتخابية والنظام السياسي خارج الأطر القانونية وبمراسيم انفرادية أو في إطار حوارات عقيمة يتم انتقاء أطرافها أو ربما اتفاقيات تحت الطاولة لا ينخرط فيها الحزب الدستوري الحر. المقصود منه هو قلب قواعد اللعبة ومنع وصول الحزب الدستوري الحر إلى الحكم، وإحنا قلنا قبل ونجد أننا لن نشارك في أي عملية تمس من حقوق الإنسان وحقوق التونسيين وتتلاعب بإرادة الشعب. أيضا قلنا أنه نعلن عدم شرعية الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء المزمع اللي هما أعلنوا عليه بطريقة شفهية، لأنه رزنامته المعتمدة تتعارض أساسا مع القوانين سارية المفروض، وأيضا ليس هناك أي ضمانة للشعب التونسي للاطلاع على فحوى النصوص، لفهم فحوى النصوص، لمناقشة ما يعرض عليها وتعديل ما يعرض من نصوص. يعني عمرها حتى حد ما ينجم يقبل أنه تصاغ نصوص في غرفة مظلمة ثم تعرض مباشرة لا اتلاع لا مناقشة لا تعديل لا اعتراء. إذن لماذا نحن موجودون كحزب سياسي يمثل قوة وثقل ويمثل مئات الآلاف إذا ما نقولوش أكثر من المواطنين؟ هذا يتسمى فسخ لدورنا كحزب سياسي وطني موجود ومعني بالانتخابات ومن حق الدفاع على حقوقه وحقوق منخرطيه وأنصاره وممثليه، وذي احنا نرفضه. ولذلك أمام التعنت اللي قاعدين نشوفه فيه من رئيس سلطة تصريف الأعمال والتشجيع من هنا وهناك لبعض الأطراف اللي ما تنجمش تلقى روحها في ظل انتخابات اليوم تحب تأجل وتمطط في الفترة الاستثنائية وتمكنه هو من مزيد التغول ومزيد تجميع السلطة ومزيد حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي والرقابة المسبقة والبعدية. لهنا احنا سنحتج على هذا التوجه، وأعلننا الدعوة للتعبئة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2022، سنعلن عن ساعتها ومكانها في الإبان لكي ندافع على الدولة وندافع على حق الشعب التونسي، لأنه تمطيط هذه الفترة والزج بتونس في متاهات نحن في غنى عنها ووضعنا في هذه العزلة الدولية أو الزج بنا في محاور جديدة هذا غير مقبول. يجب أن نحافظ على سيادتنا الوطنية ولا نتخذ من الشعب التونسي رهينة، هو مجوع هو مفقر، وبالتالي نجبره على القبول بأي سيناريو من أجل استجلاب بعض الفتات من المال. احنا نحب إصلاح جذري يكون عبر انتخابات مبكرة وإصلاحات سيتم اتخاذها في الأثناء بعد تعبير الشعب عن سيادته. ماشي مدام عبير، يقول قال الأحزاب السياسية جربت الاحتجاج، جربت المبادرات، جربت الدعوة إلى الحوار، ولكن رئيس الجمهورية يبدو أنه معناها ماضي في الإجراءات، معناها اللي هو ماشي فيها وكما أنت قلت التصور اللي هو يحب ينفذه. سنجبره على احترام الشعب التونسي، لأن الاحتجاجات باش تاخذ شكل تصاعدي. شنو الإشكال التصاعدية مدام؟ احنا توا انطلقنا بالوقفة الاحتجاجية ل 13 مارس،
أنا اليوم مسموح لي الإعلان عن هذه الخطوة الأولى، لكن ما تتصوروش أنه باش تكون مواقفنا أني من باب الخنوع والخضوع للأمر الواقع. لن نسمح بتغيير وجهة الدولة التونسية وتفكيك مؤسساتها وتنفيذ البرامج الشخصية الهدامة اللي تم الإعلان عنها من المقربين والحاشية تاع رئيس سلطة تصريف الأعمال. تونس هي ملك للتونسيين، والتدابير الاستثنائية والفصل 80 عنده حدود، وإحنا اليوم متجاوزين كل الحدود، لكن هذا التجاوز ما يلزمش يؤدي أنه نفتكوا الدولة من أمامي أعين التوانسة وهما يغزروا، وإلا نعاملوا التوانسة أنهم رعايا ماهمش مواطنين، واللي نسطروه لهم يمشيوا وبيديهم هما نقولوا راهو عملوا استفتاء. وهذا شفناه في الثورة الإيرانية، تم تغيير النظام السياسي وتحويل إيران إلى جمهورية إسلامية تحت غطاء استفتاء ومشاركة والنسب مشاركة اللي تنجم تكون مدلسة، باعتبار أن الحاكم بأمره اليوم داخل في منافسة سياسية مع احتكاره لكل المقاومات. يعني لهنا نحب نفهم أنا اليوم، لكن مازال سبقت العديد من الوقفات الاحتجاجية وما كانش فما ردة فعل. لا احنا مازلنا ما عملناش وقفات احتجاجية في هذا الموضوع. احنا وقفتنا الاحتجاجية اللي عملناها منبثقة عن اعتصام الغضب 2، كل مرة قلنا في اطار اعتصام الغضب 2 يمشي وفد من المعتصمين ويمثل الحزب امام مؤسسة من المؤسسات ونحط ايدينا على الدين. احنا اعلننا عبر الشكايات اللي قدمناها الجزائية اللي مش نتبعوها، وإذا لازم نحتجوا لفتحها ولإجراء تحقيقات مقال القضاء مستقل، وبالتالي القضايا ضد رئيس الحكومة والوزراء والمشرفين على الاستشارة لازمها تتحل وتنطلق فيها التحقيقات، إهدار المال العام، استعمال موارد الدولة لتحقيق مشروع سياسي شخصي. احنا هذيا باش تقول لي هاني انا باش ننظم القانون وانا باش نبدل الدنيا الكل وانا باش نوفر الظروف وانا نقلب قواعد اللعبة، ايا وتفضل إجا شارك. احنا مانيش كومبارس ومانيش ديكور ولن نكون شهود زور على اكبر عمليه تحايل باش يتعرض لها الشعب التونسي، وباش نكونوا في الموعد بطريقه سلميه بطريقه قانونيه. لكن ما تتخيلوش انه نجموا نقبلوا بسياسه الامر الواقع وربيع خراب ودمار سنين يحاكوا بهذه الصيغه. شكرا.